عفوا يا حبايب. وسلافة معمار، سلافة معمار عندها عقدة نقص من الممثلات اللبنانيات. أول شيء بدنا نقول لك إنه أنت يا سلافة نحن كتير منقدرك بكل المسلسلات يلي قدمتيها يلي مثلتي فيها، إن كان من الغفران يما دور بوسينا يما ما ملكت أيمانكم يما كل هالأدوار يلي مثلتيها، وأنا إذا بعدها ما بخلص لأنه عندك كتير أعمال. نحن كلهم منقدرون كلهم نحترمون كلهم هيدا، ولكن إنك أنت بتجي بتحكمي على الممثلات اللبنانيات إنه هن بيظهروا على الشاشة بالمسلسلات بس لجمالهم، هيدا مش مسموح، لانه نحن الممثلات اللبنانيات اللي عم تنتقديهم وبالضبط هن سيرين عبد النور ونادين الراسي، هو من الممثلات اللبنانيات اللي برعوا بادوار صعبه، مش بس انت عملتي ادوار صعب، هن كمان عملوا دور صعب، يعني سيرين عبد النور بالغريبه بالحزينه بدور السجينه، بدي اقول يعني سيرين عبد النور بدور سجينة وبدور غريبة بدور روبي بكل الأدوار اللي عملتهم لعبة الموت، أنت قلتي إنه كأنه حطوها كرمال يبرزوا لجمالها، هالشي مش مزبوط لأنه مثلت أدوار مثلا بسجينة الدور يلي مثلته كتير صعب، بدور سارة كمان دور يلي مثلته كتير صعب، فما فيك تجي تحكمي عليها لأنها بنت حلوة ولأنها بنت بتغوي ولأنه بنت سنسويل، ما فيك تحكم عليها لأنه عندها هالغوة وهالجمال الخيري إنها بس بحطوها كرمال جمالها، هي عندها جمال وعندها أداء، يعني يا بدك تحكم على أداء مظبوط يما الأفضل إنك ما تحكي عنها، لأنه سيرين عبد النور برهنت إنها هي ممثلة، هي مش بس عارضة جمال، يعني مش بس عم تبرز جمالها، وأنت قلتي إنه هي بتمثل دور روبي يلي هو كأنك عم بتقولي انه مش صعب، مبلا دور الغوى دور صعب كتير، ودور تقنعنا بروبي انه نقدر نحب روبي رغم كل عقادة لروبي، شخصية روبي اللي عندها عقد مش سيرين حسب ما ينفهم غلط، تقدر تقنعنا بهالدور، يعني هي ممثلة بارعة وشاطرة. غير انه نادين الراسي مثلت كمان بفاميليا بلونا، لونا كان دورها كتير مهم، مثلت بابني عملت فيه دور الام يلي اضطهدوا لابنها واللي قتلت كرماله، مثلت بسنعود بعد قليل معك، انت تضايقت منها لانه بسنعود بعد قليل قلتي انه هي عرضت جمالها، هالشي مش مزبوط، هي مثلت. فعملي معروف وقت بتنتقدي الممثلات اللبنانيات عرفي كيف تنتقدي، هلا يمكن انت حلوه ولكن جمالك مش قد جمالهم، هن اجمل بكتير بتقاسيم وجههم وبموديلهم يمكن اجمل بكتير، من هيك انت عندك عقده جمالهم، ولكن الشيء اللي بدنا نقول لك انه نحن السوريات بنلاقيهم ممثلات جيدات، في منهم السيء وفي منهم المنيح، انت شملتي انه كل الممثلات السوريات اهم منهم لسيرين عبد النور نادين الراسي، وهالشيء مش مزبوط، في ممثلات بارعات بسوريا وفي ممثلات فاشلين. غير انه ممثلات السوريات صاروا ثلاث ارباعهم معظمهم 99% بيشبهوا بعضهم، كلهم عاملين سيليكون، كلهم عاملين بوتوكس، وكلهم عاملين تاتواج، حتى اذا مثلوا حقبه تاريخيه معينه مثل باب الحاره كلهم عاملين تاتواج وسيليكون، وهي بحقبه تاريخيه لا كان في تاتواج ولا كان في سيليكون، وصاروا كلهم بيشبهوا بعضهم. فما تنسي انه عمليات التجميل كتير كتير عم بتكون بالممثلات السوريات، حتى لو كان ادائهم منيح صاروا كلهم بيشبهوا بعضهم، كلهم ما بقى عندهم تعابير بوجههم. فما فيك انك تجي انت تنتقدي بس تتنتقدي او بس لانه انت عندك عقدة نقص في مكان ما من جمال هالممثلتين يلي نحن بنلاقيهم ممثلات كتير كبار وكتير مهمين. فاحترمينا فنحن كمان نقدر نحترمك، نبادلك الاحترام لانه نحن اصلا بنحترمك كممثلة قديرة ومهمة، واذا بدك تنتقدي انتقدي الاداء، انتقدي وين غلبطوا، تنتقدي وين اخطاوا، مش تنتقدي هيك عم بجنب وتقولي انه هن محطوطين بس كرمال جمالهم، خاصة بهالممثلتين يلي هن بارعين واللي هي لعبة الموت جابت اكبر ريتنج، واماليا جابت اعلى ريتنج بالمسلسلات، اماليا اللي مثلتها نادين الراسي، يعني لعبة الموت اللي مثلتها سيرين عبد النور.